يعني احنا بنشوف الانس ايه، مش ممكن بالظبط، نعمل يعني لها ممكن حاجه يكون تانية محتاج خالص، بوتوكس، محتاج ممكن الخيوط بوتوكس، دي ممكن ممكن. الخيوط. عندنا في نوع خيوط الماني اسمها ابتوس، دي بتعمل حاجه اسمها بوز. يعني ايه بوز؟ يعني انا مثلا عندي 40 سنه، انا 45 مش عاوزه يبقى سني بقى كده. وانا من في ناس جيناتك، احنا عندنا 50% من شكل وشك على حسب عيلتك. شوفي عيلتك بالظبط، لو بتعجز بنرجع بسرعه، للعامل الوراثي كمان، يا اه دول لو الجينات الوراثية. بالظبط، لو انت عيلتك بتعجز بسرعه انت هتعجزي بسرعه. وانت لو بشرتك بيضه بتعمل عجز، شكلنا بيبان يعني طبعا البشرة كرينكلز، البيضاء بيبان خطوط، عليها العجز اكتر اه يا دكتور. بالظبط، الخطوط بتبان عندنا بسرعه. فبالتالي انا ببتدي اتعامل معاكي على اساس دوت. فاحنا لما بنعمل الحاجات دي بتقلل الابتوس، بالذات الخيوط دي بتعمل بوز، يعني بتخلي الجلد يحفز الكولاجين، بحيث انه انت لو سنك 40 45 وشك هيفضل لسه 40، لسه 40 يعني بيعمل كده فعلا. يعني ليها فوائد يا دكتور، هي ان هي هي ما بتحفز، بتبينش بتعمل كولاجين، بتعمل تحفيز عنيف. يعني احنا الخيوط دي دايما بنقول ايه، انت محتاجه، يعني انا بشوف الجلد، بنعمل تيست، لو الاستك بتاع الجلد نفسه متهدل جامد، انا لو عملت لك فيلر شكلك هيبقى عامل زي الممثلين اللي هم او وات ايفر، اي حد حواليكي شكله باين قوي ان هو ايه ده، انت شكلك كان الاول احسن، انت عملت ايه في بالظبط. وشك؟ اي يعني انا اعرف ان في اه ممثلين عملوا ليه بقى؟ الفيلر لان وبقى الاستك شكلهم نفسه، اوحش. اصل انت ممكن تشوفيه